كلميني انا ايه عن العلاقه الطيبه دي ما بينكم كلاعبات وما بين المدير الفني كابتن حمدي صافي اللي انا بحييه الحقيقه من هنا، حقق ارقام كبيره جدا سواء على مستوى الدوري افريقيا كاس، فالعلاقه الطيبه دي هي كمان اللي بتوصل الى افضل مستويات افتكر. مظبوط. احنا يمكن العلاقه ما بيننا زي ما انا قالت احنا فعلا بنعتبر ان احنا عيله. الجهاز كله يعني اي حاجه اي حد بيلاقيه مثلا ممكن ابقى مقصره في حاجه هو ممكن يجي يقول لي إيه؟ لوحدي عشان ابتدي انا اشتغل على نفسي افوق. فالموضوع ما بيننا فعلا عيله اكتر، ما بيبخلوش عليا باي حاجه خالص في مجهود بقى في كل حاجه، فيمكن هو ده اللي مخلي ان احنا نفضل لغايه دلوقتي الحمد لله مع بعض مكملين وبانتصارات يعني الحمد لله.